شكرا كابتن شوبير وضيوفي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى يتجدد اللقاء أيها الأصدقاء أعزائي مشاهدي سي بي سي 2 وأحداث الشوط الثاني من مباراة كرة القدم بين نادي الإسماعيلي ونادي القناة. المباراة اللي انتهت أحداث شوطها الأول التعادل السلبي بدون أهداف. نادي الإسماعيلي كان قاب قوسين أو أدنى في الربع ساعة الأولى من تسجيل هدفين وثلاثة، ولكن نادي الإسماعيلي لم ينجح في التسجيل حتى الآن. هل يا ترى ممكن نشوف شوط تاني افضل حالا من الشوط الاول بالنسبه للتهديف، ولا هنشوف تعادل سلبي يكون هو المسيطر على اجواء اللقاء؟ حكم اللقاء ابراهيم نور الدين يستعد لبدايه احداث الشوط الثاني. نادي الاسماعيلي في الشوط الثاني هيبقى على شمال حضراتكم بالزي الاصفر الشهير برازيل الكره المصريه، ونادي القناه على يمين حضراتكم في الشوط الثاني صافرة إبراهيم نور الدين يعلن بداية أحداث الشوط الثاني. واضح كده من انتفاضة الدراويش إن في حاجة متقالة بين الشوطين عايزين يعملوها بسرعة جدا. أدي شوقي السعيد على حدود منطقة الجزاء، وأدي اللمسة لكن مقطوعة على طول وتوصل لحارس المرمى محمود أبو السعود. واضح إن علي جلال هيبقى هو رأس الحربة في الشوط الثاني، صريح مع صالح موسى. هنشوف ونتابع هل دي في مرة واحدة، وادي اشتراك مع امير اوتاكا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ادي امير اوتاكا يعني ربنا يستر. واقع واقع كده غريبه جدا، تقلق حقيقه، تقلق جدا. واضح ان هو فاقد الوعي امير اوتاكا، اتمنى له السلامه. طبعا كان في كره مشتركه يعني، كان لازم الجهاز الفني. الحمد لله الحمد لله. ادي اللعبه وشوق السعيد طبعا بيشترك برجوله، مش متعمد طبعا ان هو يعمل نوع من انواع الايذاء للاعب اوتاكا، ولكن هو اللي حصل التحام قوي مع اوتاكا نتج عنه نوع من انواع فقد الوعي اللحظي لاوتاكا واتنشط الحمد لله. يعني بيبقى فيه نوع من انواع الحاجات بتفوق كده مع الجهاز الفني او الجهاز الطبي ل اي فريق، والحمد لله فاق على طول واستجاب اوتاكا. اتمنى السلامه طبعا للجميع، لكن الواقعه بتاعته يعني انا شخصيا قلقت جدا من هذه الواقعه، لكن الحمد لله والشكر لله مفيش اي مشكله وهيقوم يكمل اوتاكا ويكمل احداث اللقاء. ادي على طول بهاء عايز يعدي بهاء مجدي، لكن مقطوعه الكوره. بيلعب نادي القناه حتى الان 10 لاعبين لحين نزول امير اوتاكا ان شاء الله. على طول هجمه مرتده سريعه، وادي التمريره متاخر جدا متاخر جدا يا شريف. مقطوعه توصل الكره في نص الملعب لسعيد صقر، توصل ناحيه اليمين، ضغط موجود من نادي الاسماعيلي ولكن على استحياء. اماميه طويله من احمد ابراهيم ناحيه الشمال، الاستلام من اللاعب امير اوتاكا، نزل الحمد لله زي الفل امير اوتاكا، يعني قلقتنا يا راجل. ادي هات خد حلوه من ناحيه اليمين عبد الحميد سامي مع اللاعب محمود عبد العزيز، توصل في نص الملعب، استلام بدوران كده من حمص، قطع حمص، ضغط موجود من اللاعب علي جلال، نزل زي ما بقول لحضراتكم اصبح راس حربه تاني. بقى نادي الاسماعيلي بيلعب بطريقه 4 4 2 او نقدر نقول 4 3 1 2 لو اعتبرنا ان ابراهيم حسن بيلعب تحت راسين الحربه اللي هم علي جلال وصالح موسى، وتحته ثلاثة محمد شريف ومحمد حمص ومحمود عبد العزيز. ادي الأمامية الطويلة لكن مقطوعة توصل لنادي الإسماعيلي مرة ثانية، لمسة من حمص ناحية اليمين لإبراهيم حسن، إبراهيم حسن وادي التدخل موجود ومقفلين بشكل كويس. شوف التنظيم الدفاعي لنادي القناة رائع رائع، تنظيم دفاعي لنادي القناة هايل، وبيعملوا عملية الترحيل لما بتتنقل الكرة ناحية الشمال بيعمل ترحيل، ده بيرحل المركز اللي جنبه وده بيرحل المركز مكان المركز اللي فاضي بشكل كويس جدا. نادي القناة بيعملها دفاعيا حتى الآن متفوقين نادي القناة، ولكن ينتظر الجماهير نادي القناة بالطبع الهجوميا، وينتظر جماهير نادي الإسماعيلي استغلال الفرص الضائعة الكثيرة لنادي الإسماعيلي. هنشوف بقى نادي الإسماعيلي هل سيقتنص الفرص الضائعة ولا إيه. ادي عرضية أرضية غير مرضية من شوقي السعيد، طلع على طول عبد الله جلال خارج الملعب، ضربة ركنية. التألق ما زال دفاعي من نادي القناة، وحتى الآن نادي الإسماعيلي لم يستطع فك شفرة الدفاع بالنسبة لنادي
القناة. ضربة ركنية للدراويش من ناحية اليمين، هيلعبها ابراهيم حسن كالعادة بالقدم اليسرى، تلف في اتجاه المرمى، اي لمسة تعمل مشكلة بالنسبة لحارس المرمى. وادي محمد حمص، يلا موسى، هل سيتذكر هدفه بضربة رأس رائعة في المنتخب الازوري؟ ادي العرضية داخل منطقة الجزاء، تعدي من محمود ابو السعود، تعدي من محمود ابو السعود، يعني لسه كابتن شوبير بيشيد بمحمود ابو السعود، حارس كويس جدا، عامل شوط هايل جدا جدا، يعني يا ريت بقى يظل على هذا المستوى. ادي المحاولة النادي القناة، لكن في دفعة وضربة حرة مباشرة، وعلى الارض لاعب نادي القناة منال السلامة، طبعا اللاعب احمد ابراهيم في اللقطة اللي فاتت كان مشارك معاه محمود عبد العزيز، ومخالفة وضربة حرة مباشرة. ريكاردو في عملية تفكير عميق، عنده مشكلة يا ترى تتحل ازاي من جوه الملعب، لان الحل من بره الملعب صعب جدا زي ما قلت لحضراتكم. البدلاء خارج الخطوط لنادي الاسماعيلي محمود كلينتون، شكري نجيب، كريم عطا، جمال حسنين، احمد العش، وعمر الوحش، وعلى الارض حارس القناة محمود ابو السعود، نتمنى له السلامة. بينما اللي قدام حضراتكم في الصورة ده احمد سعيد المدير الفني لنادي القناة، عنده خارج الخطوط علاء ابراهيم في حراسة المرمى، غريب فتحي، وده عنده حل ممكن ينزل، السيد محمود، محمد زيادي، محمد زيادي برضه حل موجود ممكن ينزل، عبد كريم عبد النبي، ومحمد علي. الحلول من خارج المستطيل الأخضر مطروحة، ولكن القرار هل يتم الاستعانة بيها ولا ايه؟ هنشوفه نتابع. ادي هنا بيقول له يا كابتن مفيش حاجة، يعني ما كنتش بعمل عملية إضاعة للوقت، ده في كوع أنا أخدته في منطقة الضلوع، يعني كان لاعب نادي الإسماعيلي بيقول له إن ده في إضاعة للوقت ولا حاجة. محمود أبو السعود بكل بساطة كده وكل روح رياضية عالية جدا تفهم الوضع، لاعب نادي الإسماعيلي الحمد لله مفيش مشاكل. أدي الأمامية الطويلة لنادي القناة، ضغط موجود من نادي الإسماعيلي، وضربة رأس من كريم مسعد في نص الملعب ناحية الشمال، أمامية من شريف، لمسة من اللاعب علي جلال، ترجع ورا خالص عبد الحميد سامي، أمامية، لمسة في نص الملعب، ضغط من نادي القناة، على طول ضربة رأس مرة تانية في نص الملعب من اللاعب عبد الحميد سامي، وادي القلشة، ضربة الرأس 3-2، وضربة الرأس هايلة من عبد الله جلال، عبد الله جلال خلص المشكلة، كانت ممكن تعمل مشكلة لو لم يلعبها بضربة رأس عبد الله جلال. ادي بقى هجمة ناحية الشمال لبهاء مجدي من ناحية الشمال لنادي القناة، قفل عليه، يرجع ورا، وأمامية من محمود سمنة توصل لنادي الاسماعيلي، مره تانية بيجيبها نادي القناه، اماميه طويله جدا من عبد الله جلال، توصل عند كريم واللاعب الجزائري وليد خضراوي وكريم مسعد، يجيبها خضراوي، لكن في مشكله، في مخالفه زي ما قال حكم اللقاء، وضربه حره مباشره لنادي الاسماعيلي. هنا بقى ابراهيم نور الدين بيدي خضراوي انذار للاعتراض والامتعاض من قرار حكم اللقاء. إن القانون واضح وصريح، الإظهار بالقول أو الفعل، الاعتراض على ده بالفعل، الاعتراض على قرار حكم اللقاء. إذن إنذار تاني في هذا اللقاء، إنذار أول كان لكريم مسعد من نادي الإسماعيلي، إنذار تاني لوليد خضراوي من نادي القناة، التعادل أيضا في الإنذارات، والتعادل السلبي هو نتيجة اللقاء حتى الآن، نادي الإسماعيلي ونادي القناة. ادي التحضير لنادي الاسماعيلي، مقطوعه الكوره توصل لمحمود سامنه، يشتت سامنه، مره تانية محاولات نادي الاسماعيلي، بدا نادي الاسماعيلي يعتمد على الجبهه اليسرى اكتر في الشوط الثاني، ولكن ما شفناش انطلاقات بيعتمد عليها في التحضير فقط، لكن انهاء الهجمه لسه بدري. اماميه طويله عند صالح موسى، خبطت في ظهره كده، واحمد محسن مدافع كويس احمد محسن، بيلعب في المصريه الاتصالات، احمد محسن تخبط الكره وتطلع خارج الملعب، رامي التماس، ادي احمد محسن، رامي التماس من ناحيه اليمين، لعب على طول لكن مقطوعه من ابراهيم حسن، شريف في نص ملعب نادي القناة، كريم مسعد من ناحية الشمال، ضغط موجود من نادي القناة، وادي بقى دوجي عايز يعمل انطلاقة،
توصل الكوره لسعيد صقر اماميه في مساحه، هيلحق ولا مش هيلحق؟ مش هيلحق. دوجي من قدامه بيطلع على طول ويخرج الكوره خارج الملعب، رامي تماس عبد الحميد سامي، عبد الحميد سامي بيخرج الكوره رامي تماس، ادي كرم جابر. طبعا الاداء اداء نادي الاسماعيلي مش عاجب الجهاز الفني، عايزين افضل من كده، عايزين نوع من انواع التركيز في الهجوم. وادي التحضير لنادي الاسماعيلي، عبد الحميد سامي، عبد الحميد يلعب ليه سامح عبد الفضيل، والتحضير هل يا ترى بقى هيكون زي الشوط الاول؟ تحضير بطيء لسه زي ما حضراتكم شايفين كده، 3 4 5 نقلات كلها تمريرات عرضيه، مفيش مساحه، مفيش تمريره اماميه يكسب بيها مساحه نادي الاسماعيلي. عبد الحميد سامي لشوقي، لعبد الحميد سامي، هنا بقى في منتهى الخطوره لو اتقطعت يطلع على طول سمنه ويكمل عليها اسامه ابو الحسن، توصل في نص ملعب نادي الاسماعيلي، ادي لمسه من ابراهيم حسن على طول حلوه، هات وخد جميله داخل منطقه الجزاء مع اللاعب صالح موسى، لكن مقطوعه تاني من نادي القناه، توصل للنادي الاسماعيلي قبل ما تطلع بالحقها كريم، يا ولد يا كريم، كريم ومعاه خضراوي، كريم وخضراوي، دفعه من خضراوي وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي، خلي بالك يا خضراوي، خلي بالك يا خضراوي، لسه واخد انذار يا خضراوي، ضربه حره مباشره لنادي الاسماعيلي ناحيه الشمال شويه، ممكن تتعمل عرضيه، ممكن نشوف فيها ضربه راس من نادي الاسماعيلي، لكن اتعملت قصيره على طول، خلاص يعني خلص المشكله. ادي الاماميه شوقي السعيد، الاستلام يفرق، الاستلام يفرق يا شوقي، شوقي السعيد استلام مش تمام، تطول منه الكره وتطلع على طول خارج الملعب ضربه مرمى. ادي اللعبه كان عايز يعمل امتصاص بوجه القدم الامامي لكن عدت الكره من امامه، ضربه مرمى لنادي القناه بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الاول. الشوط الثاني النتيجه ما زالت التعادل السلبي بدون اهداف بالنادي الاسماعيلي ونادي القناه، وهي نفس نتيجه الشوط الاول، تعادل سلبي بدون اهداف. حتى الان متعه كره القدم الحقيقيه غائبه عن هذا اللقاء، كره القدم ما فيش كلام، لغه الاقناع والامتاع، الاقناع بالاهداف ونتيجه والامتاع بالاداء الفني الجميل. حتى الان ليس لدينا اقناع، والامتاع ياتينا على فترات، نتمنى المزيد من الاقناع والمزيد من الامتاع. والتحضير لنادي الاسماعيلي، هنا عايز يعمل الاماميه الطويله القطريه ناحيه اليمين، لمسه من صالح موسى، حلوه يا صالح، هتخد مع شوقي السعيد، بدا يتحرر شويه شوقي في الشوط الثاني، لو اتحرر شوقي اكتر من كده هيبقى مميز جدا في الانطلاقات من ناحيه اليمين، واضح انه كان متثبت في الشوط الاول. ادي بقى هنا تبديلين اثنين زي ما حضراتكم شايفين، غريب فتحي لسه بقول لحضراتكم مخزون استراتيجي ممكن ينزل فعلا، ادي غريب فتحي هينزل من نادي القناه، ولسه هنشوف برضو مين اللي هينزل من نادي الاسماعيلي، لسه التبديل لم يتم سواء هنا او هنا. اماميه عند صالح، صالح بيلمسها على طول عند اللاعب علي جلال، يلمسها علي جلال لحمص، حمص يعدي من صالح، هنا بقى مخالفه على صالح موسى، وكلام مظبوط جدا من حكم اللقاء، كلام مظبوط جدا من حكم اللقاء. هذه اللعبه اللي فاتت صالح موسى دفعه لعبد الله جلال وضربه حره مباشره، داس على رجله من الخلف، يخرج حمص وبينزل عمر الوحش احد ناشئي نادي الاسماعيلي، عمر الوحش هل يا ترى ممكن تكون شهاده ميلاد جديده للاعب اسمه عمر الوحش في هذا اللقاء؟ ممكن جدا، وارد جدا. ضربة حرة لنادي القناة، وادي بقى هنا هيخرج أميل أوتاكا وهينزل غريب فتحي. غريب فتحي أو غريب مودي، هنشوف ونتابع هينزل ازاي، هيعمل ايه، طريقه ادائه هتبقى ازاي، هنشوف. هل هينزل كراس حربه او كتحت راس الحربه كقاعده مثلث مع سعيد صقر ويلعب دوجي براس حربه صريح والقاعده من الخلف سعيد صقر ناحيه اليمين وغريب فتحي ناحيه الشمال، ولا هيلعب راس حربه متاخر مع دوجي؟ هنشوف ونتابع من خلال توظيفه في الملعب. ادي انطلاقه احمد محسن، اول مره نشوف انطلاقاته، وادي العرضيه، اوبا لسه فيها كلوم، هدف
اول، هدف اول، لمسه اولى، لمسه اولى، هدف اول. غريب فتحي، غريب غريب غريب، بيركب بيسجل هدف غريب من اول لمسه، من اول همسه بيسدد ويسجل. غريب فتحي اول اهداف اللقاء. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. ادي دوجي، ادي الاولى والله كانت ممكن تدخل، الثانيه الراجل حاطط وش رجله في الكره ايه في منتهى الروعه. لكن شوف العرضيه، لكن شوف العرضيه وشوف التمريره والتسديده. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده الهدف الاول لنادي القناه عن طريق غريب فتحي، وهو البديل، البديل. وادي المحاوله، نادي الاسماعيلي كان هيرد، والرد كان سياتي سريعا جدا جدا. هدف اول لنادي القناه، بالتاكيد هيحل اللقاء جدا، بالتاكيد هيحمي اللقاء جدا. نادي الاسماعيلي ليس امامه ما يبكي عليه، الهزيمه بواحد زي الهزيمه باثنين، يبقى اذا نادي الاسماعيلي لازم يكثف من عمليه الهجوم شويه، نادي الاسماعيلي لازم يحاول بايجابيه اكتر من كده، لازم يدي نوع من انواع المغامره شويه. ريكاردو هو معروف عنه على فكره في كل الفرق اللي بيدربها بروح المغامره، ومن المعروف عنه ايضا كمان ثبات التشكيل في كل الفرق اللي بيدربها ريكاردو، ايرون ريكاردو هيريرا. رمي التماس لنادي القناه، سبحان مغير الاحوال ومبدلها من حال الى حال. نادي القناه كان هو اللي بيدافع، نادي القناه كان هو اللي بيضيع الوقت. نادي القناه دلوقتي لما بيلعب رمية التماس بياخد له 10 15 ثانيه، ادي المحاوله لنادي القناه، لكن الضغط موجود من محمود عبد العزيز، ومخالفه وضربه حره مباشره في صالح سعيد صقر كابتن وقائد نادي القناه. الدقيقه 15 هي علامه فاصله في هذا الشوط، الدقيقه 15 علامه فارقه في هذا الشوط، هنشوف ونتابع بقى. ادي اماميه لنادي القناه على حدود منطقه الجزاء عند غريب فتحي، اللي واضح انه هيكون ليه دور كبير جدا في هذا الشوط. انطلاقه من نادي الاسماعيلي على طول، ابراهيم حسن تمريره في نص الملعب، ادي اول لمسه للناشئ عمر الوحش، يفتح الملعب ناحيه الشمال، لسه ما ظبطش، لسه ما ظبطش، مفيش مشكله اطلاق، مفيش مشكله اطلاق، لكن برضه بتفرق لما اللاعب يلعب اول مشاركاته مع فرقته، بتبقى مشكله كبيره لما بينزل وهو خسران او بينزل والمباراه متازمه، غير لما بينزل في توقيت كويس مستريح والاعصاب كويسه ومتقبل ومقبول انه يغلط في تمريره في اتنين. لكن لما بيغلط في تمريره في الوقت المتازم لنادي الاسماعيلي او لاي نادي بتبقى مشكله. ادي الاماميه وصالح موسى، سباق السرعه في مصلحته، لكنه عطل نفسه في محاولته لشد بهاء مجدي، لكن دي خدت من سرعته وخدت من تركيزه وخدت من تفكيره، وبالتالي لو كان ركز انه يعمل سباق سرعه بس من مصلحه صالح جمعه لانه سبرنتر عالي جدا. ادي محاوله لنادي الاسماعيلي، لمسه من شريف، تمريره مش مظبوطه، مقطوعه على طول، توصل لنادي الاسماعيلي مره ثانيه، هتاخد على طول. ادي التمريره برضو فيها نوع من انواع عدم الاعتناء، تمريره والسلام من محمود عبد العزيز، مقطوعه الكوره على طول، توصل ثاني، محمود بيضغط، توصل لنادي القناه، هجمه مرتده سريعه، دوجي سريع جدا، سريع جدا، سباق السرعه في مصلحته. ادي دوجي واحد وسط اثنين، هيعمل ايه؟ مره تمريره مقطوعه، يجيبها ثاني اللاعب الانجليزي صاحب الاصول الغنيه، دوجي ومعاه اللاعب سامح عبد الفضيل، سامح يخبطها في دوجي وياخد منها ضربة مرمى، كلام مظبوط يا سامح. عواد يبدأ التحضير ناحية اليمين عند شوقي السعيد، شوقي يلعب على طول عند عبد الحميد سامي لشوقي مرة تانية. شوف بقى هنا نادي الإسماعيلي ما عادش هيمرر كتير في نص ملعبه، ده كلام مظبوط، كان الكلام ده كان لازم من بدري، محمود عبد العزيز تعدي منه بشكل غريب جدا جدا، توصل تاني لنادي القناة ناحية اليمين، بيحاول نادي القناة توصل لأحمد، أحمد محسن الظهير الأيمن، بينية في نص الملعب، توصل لسعيد صقر. غريب، غريب لعب كويس جدا، لعب كويس جدا، تخبط الكرة وتطلع خارج الملعب. رامي التماس، رامي التماس، أدي محمد عواد، محمد عواد طبعا يعني متألق الحقيقة في الفترة الأخيرة، محمد عواد وثبت نفسه بشكل كبير جدا في التشكيلة الأساسية. وقع على الأرض اللاعب سامح عبد الفضيل من نادي الإسماعيلي، نتمنى له السلامة طبعا. نادي الإسماعيلي بيدخل هذا اللقاء في المركز الثاني، عنده 19 نقطة بعد 10 مباريات،
وناقص مباراه عن نادي بتروجيت على البساط بعد اذنك على اللي متقدم عنه باثنين بنقطتين 21 نقطه بتروجيت في المركز الاول والاسماعيلي المركز الثاني 19 نقطه بينما نادي القناه في المركز الثامن ب 11 نقطه على الرغم من البدايه القويه جدا لنادي الاسماعيلي لكن يعني اول ثلاث مباريات فوز والعلامه الكامله ولكن بدأت بتعادل ثم فوز مرة تانية ثم خسارة تعادل 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 ثم الفوز في آخر مباراة تقدم لنادي الإسماعيلي القناة على نادي الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء ودجلة واتحاد الشرطة حتى الآن أيضا التعادل السلبي ما زال هو المسيطر وهذه العرضية داخل منطقة الجزاء ويطلع وتطلع من رجله مش مظبوطة سعيد صقر كان عايز ياخدها على مرة واحدة على طريقة اللاعبين الكبار ولكن ما جاتش زي ما هو عايز وتتلعب الهجمه المرتده سريعه النادي الاسماعيلي على طول في نص الملعب توصل الكوره عند اللاعب علي جلال علي يلعب في نص الملعب مره تانية لعمر الوحش ناحيه اليمين توصل للاعب شوقي السعيد شوقي يرجع ورا خالص شوف بيرجع فين شوقي السعيد ده يدل على شيء يدل على ايه يدل على ان كل لاعبي نادي الاسماعيلي ممسوكين كل لاعب ملتزم بالمان اللي ماسكه يعني ايه يعني ما بيتحركش بدون كوره كره القدم تحرك بدون كوره اتحرك تدي مساحه لنفسك انك تستلم وتدي حل تاني للاعب المستحوذ على الكوره لما يلاقي كل اللاعبين ادي الوحش بدا ياخد الثقه في نفسه وبدا يعمل عمليه المراوغه ادي الوحش مره تانيه عايز يعمل هاته خد لكن مقطوعه الكوره توصل لنادي القناه دوجي يلعب لسعيد صقر تمريره حلوه عايز يلعبها الغريب لكن طبعا عمل فيها دوران زياده شويه لجوه للداخل عشان كده قطعها عبد الحميد سامي هتاخد على طول عبد الحميد مره تانية عبد الحميد ناحيه اليمين شوقي السعيد شوقي السعيد عايز يعمل واحده اماميه طويله يعمل واحده حلوه لمسه عايز يلعبها لنفسه لكن هنا بقى يعني ما لقاش حد يقرب له ما لقاش حل تاني اعتمد على الحل الفردي فقط محمد شريف ناحيه الشمال لكريم مسعد اللي ما شفنالوش ولا انطلاقه من ناحيه الشمال قلنا في بدايه الشوط ان نادي الاسماعيلي هيعتمد على الجبهه اليسرى بدا يميل شويه شمال لكن ما فيش انطلاقات يميل ناحيه الشمال لحد خط النص او تلت الملعب الهجومي لنادي الاسماعيلي لكن بعد التلت خلاص ما فيش في التلت الهجومي ما فيش انطلاقات شايف انا في لاعب اخر من نادي الاسماعيلي بيستعد للنزول يا ترى مين مسعد ضربة حرة لنادي الإسماعيلي أدي غريب فتحي صاحب الهدف الوحيد لنادي القناة في هذا اللقاء في دقيقة 15 من زمن الشوط التاني محمود أبو السعود ومنتهى التركيز بيظبط الحائط البشري والضربة الحرة كريم مسعد بشماله يلفها في اتجاه المرمى أي لمسة ممكن تعمل مشكلة وخطورة ضربة حرة بشماله لكريم مسعد احتكاكات داخل منطقة الجزاء بيحذر الأول حكم اللقاء ابراهيم نور الدين تحذير شفوي بعد كده هيبقى في كروت ادي الضربه الحره كريم مسعد عرضيه في منتهى الخطوره هوبا يطلع دفاع نادي القناه وتحديدا احمد ابراهيم ضربه ركنيه للدراويش دلوقتي كريم محمود عبد العزيز برده قدام ده ضربه ركنيه من ناحيه الشمال اليمين بتعمل عرضيه داخل المنطقه كريم ضربه الراس فين لسه فيها كلام دخلوا على بعض يعني غلطوا بعض هنا المرتده السريعه دوج بسرعته وعامل الانطلاق والانقضاض من حاله الدفاع للهجوم غريب فتحي لو بص هيديله ناحيه الشمال لكن ما بصش اتاخرت جدا التمريره شوقي السعيد مركز كويس ظابط نفسه تمام التمام توصل الكره لنادي القناه ناحيه الشمال مره ثانيه على طول لنادي القناه ادي هاته خد حلوه غريب فتحي كورته كويسه محطه كويسه كان مفتقدها نادي القناه كان لازم واحد يستلم الكوره ويبقى محطه عشان يستنى لاعبي نادي القناه يرتدوا من حاله الدفاع لحاله الهجوم دي كان بيفقدها نادي القناه في الشوط الاول لكن بعد نزول غريب وبعد الهدف اللي جابه غريب كمان اصبح الموضوع ده مش غريب بالنسبه لنادي القناه انه يعمل عمليه الارتداد من الدفاع للهجوم بشكل كويس تحضير لنادي القناه احمد محسن الظهير الايمن احمد محسن لعبها ناحيه اليمين عند اسامه ابو الحسن عرقله واعاقه ومخالفه بدون بطاقه وضربه حره مباشره لصالح كريم مسعد موقف لا يحسد عليه هذا الرجل ريكاردو متاخر بهدف عن طريق غريب فتحي في الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول ادي بقى التبديل كريم عطا شفنا كريم عطا نزل
نزل كريم عطا وخرج كريم مسعد. كريم عطا رقم 18 بدلا من كريم مسعد. كريم خرج وكريم نزل. يا ترى يا هل ترى هل سيضيف جديد؟ وادي التسديد. اي كلام يا ابراهيم يا حسن، اي كلام يا ابراهيم يا حسن. ادي كريم مسعد خرج كريم ونزل كريم. هنشوف بقى كريم عطا هيلعب فين وايه التعديلات التكتيكيه اللي هتعقب هذا التبديل. ادي كريم عطا اللي نزل. يطلب طبعا من حكم اللقاء ابراهيم نور الدين عدم تعطيل الوقت من حارس المرمى، زي ما بقول لحضراتكم يعني سبحان مغير الاحوال ومبدلها من حال الى حال. اذا نادي القناه متقدم على نادي الاسماعيلي في الدقيقه 25 من زمن الشوط الثاني حتى الان، وشايف انا شريف هو اللي اخذ مركز الظهير الايسر ونزل كريم عطا في نص الملعب. لكن شريف طبعا محمود شريف، محمد شريف بيعمل المساندة الهجومية من ناحية الشمال وكأنه لاعب خط وسط ايسر. شريف عنده مرونة تكتيكية رائعة، بيتوظف في اي مكان بيلعب، بيلعب اساسا في نص الملعب، لعب الموسم اللي فات يمكن 6-7 مباريات ظهير ايمن، وزي ما احنا شايفينه دلوقتي كمان بيلعب ظهير ايسر، حاله حال احمد فتحي اللي بيلعب في اي مكان تقول له العب فيه. لاعب اللي عنده مرونة تكتيكية ده لاعب بيبقى بيتمناه اي مدير فني، اي مدير فني يتمنى هذا اللاعب. ادي العرضيه حلوه، الكوره على حدود منطقه الجزاء تعمل خطوره، انطلق شوقي السعيد ممكن العرضيه، ادي العرضيه اوبا. فين بقى اللي مكمل؟ فين اللي مكمل؟ مش عيب الراجل، الراجل انطلق وعمل عرضيه داخل منطقه الجزاء. لكن شوف هنا بقى فين اللي مكمل من ناحيه من العمق واللي مكمل من ناحيه الشمال. طبعا مفيش ظهير ايسر مكمل، فشريف يعني ما نقدرش نلوم عليه قوي، لكن ممكن نلوم على علي جلال وابراهيم حسن في عمليه التكمله في انتظار العرضيه. ضربه مرمى لنادي القناه وكالعاده ابو السعود بياخد وقته تماما تماما. ادي دوجي والرقابه الفرديه من سامح عبد الفضيل. سامح عبد الفضيل ودوجي فريق الطول كبير جدا، لكن فرق السرعه في مصلحه دوجي. ادي الاماميه لنادي القناه مقطوعه في نص الملعب. هل يا ترى نادي الاسماعيلي هيستسلم؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش نادي الاسماعيلي هيستسلم، ولكن برضه ما اعتقدش ان نادي القناه هيدخل في مرماه هدف بسهوله. يعني لو سجل نادي الاسماعيلي هتبقى بعد معاناه كبيره جدا. يلحق غريب، يلحق غريب قبل ما تطلع. وادي اماميه طويله من نادي الاسماعيلي، طويله في اتجاه علي جلال. نادي الاسماعيلي النهارده بدون جون انتوي مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا جدا في الناحيه الاماميه وفي الناحيه الهجوميه. جون انتوي كان الحل السحري السحري لنادي الاسماعيلي في عمليه التسجيل، والدليل انه مسجل 7 من ال12 هدف اللي سجلهم نادي الاسماعيلي. تحضير لنادي الاسماعيلي. ادي البينيه وادي عطا محمود عبد العزيز هتاخد حلوه ناحيه اليمين. شوقي السعيد افضل ممكن يعمل العرضيه، عملها لنفسه يا ولد يا شوقي قبل ما تطلع، عملها عرضيه هوب يا راجل يا راجل، ده جايه لك على شمالك ومتصلحه ومعدوله وبتقول لك اتفضل، هديه مجانيه، هديه مجانيه. لكن ايه شوقي السعيد بيعمله ده؟ شوقي السعيد مقاتل، لاعب بدرجه مقاتل، وكمان عنده المهاره وعنده اللياقه البدنيه اللي تؤهله انه يلحق الكوره ويعمل الشورت سبرنت في الخطوتين ويسبق ويغمز ويعمل عرضيه. لكن هنا بقى يعني بعد المجهود الكبير اللي عمله هذا اللاعب تطلع بالشكل ده من ابراهيم حسن، لازم يكون اعتناء افضل من كده، يدي الكوره قيمه واهميه احسن من كده. ادي كريم عطا يمكن اول لمسه مع نادي الاسماعيلي ومع عمر الوحش، الاثنين اللي لسه نازلين في اللقطه اللي فاتت. ادي على طول الضغط موجود، ضغط على زميله لكن مرر على طول البينيه.
مقطوعه من نادي القناه توصل تاني لشوقي السعيد بدل الاعتماد على الجبهه اليمنى. شوقي السعيد عنده القدره استلام، ابراهيم حسن عايز يعملها تاخد، الوحش كان عايزها لقدام، الوحش كان عايزها في ظهر المدافع اماميه سباق السرعه. بقول لحضراتكم في مصلحه دوجي تخش في القوه، تخش في المهاره، في المهاره الدفاعيه. طبعا شوف دوجي عنده فرق القوه والسرعه، وعلى الارض لاعب من نادي القناه احمد سعيد، المباراه بالنسبه له ماشيه زي ما هو عايز تماما تماما، لكن هل يا ترى هتنتهي زي ما هو عايز؟ ده اللي هنشوفه ونتابعه. وادي بقى هنا تبديل لنادي القناه، هنشوف مين اللي هينزل ومين اللي هيخرج. ابراهيم احمد ابراهيم هيخرج وهينزل محمد العدلي. محمد العدلي بدلا من احمد ابراهيم، لكن هل يا ترى كان لازم يستنى سعيد صقر يشوفه هيعرف يكمل ولا لا ويأجل التبديل شويه؟ يعني اعتقد المفروض طالما في لاعب واقع والتبديل لم يتم، المفروض ان انا أأجل التبديل شويه على اساس ان اللاعب ممكن ما يقدرش يكمل، وبالتالي ابقى خسرت لاعب، وخاصة ان ده التبديل الثالث والاخير. التغيير الثاني لنادي القناة خروج سعيد رقم 10 ونزول اللاعب محمد العدلي. تمام التمام، ده كلام مظبوط جدا، ده كلام مظبوط جدا. لسه بتكلم وبقول لحضراتكم، يعني زي ما يكون كان سامعني المدير الفني احمد سعيد وعدل مسار التبديل، اللاعب اللي نازل هو هو، ولكن اللي خرج هو سعيد صقر المصاب اللي مش هيقدر يكمل عشان الراجل ما يخسرش تبديل. وده كلام مظبوط وتفكير منطقي من مدرب محترم. ترجع ورا الكره على طول لنادي القناه، اماميه طويله على حدود منطقه الجزاء، توصل الكره لدوجي، مره ثانيه مقطوعه من نادي الاسماعيلي، يجيبها محمد شريف. محمد شريف في نص الملعب، وصالح موسى اتنقل هو ناحيه الشمال، يبقى اذا اللي بيلعب ناحيه الشمال هو صالح موسى، ومحمد شريف في نص الملعب. صالح موسى يعني محيرينه معاهم، محيرينه معاهم باك يمين ولا في نص الملعب ولا راس حربه ولا باك شمال، برضو من اصحاب اللاعبين اللي عندهم مرونه تكتيكيه. اذا صالح موسى هو الظهير الايسر لنادي الاسماعيلي. ادي الاماميه على حدود منطقه الجزاء ويضغط، يمسك على طول حارس المرمى محمود ابو السعود، حرك كويس، واخد خطوتين لقدام، مش مثبت نفسه على خط المرمى. كلام مظبوط جدا، اماميه طويله لنادي القناه، دوجي مشاكس مناوش بيقاوح في كل كوره دوجي، وده الكلام المظبوط، ده الكلام المطلوب، ده الكلام المفروض. على طول تحضير لنادي الاسماعيلي. صالح الظهير الايسر، تتلعب على طول الكوره في نص الملعب لنادي الاسماعيلي ناحيه الشمال، انطلاقه اختراق من الجانب الايسر عند صالح، صالح عايز يعدي، تخبط فيه احمد محسن وتطلع خارج الملعب، رمي التماس. شغل الكوره شويه يا رجاله علي، خليه جوه. نادي الاسماعيلي خلاص عمل الثلاث تبديلات، نادي القناه خرج امير اوتاكا وخرج سعيد صقر، والله لسه لهم تبديل، يبقى لسه تبديل ممكن يستعين بيه خارج الخطوط احمد سعيد المدير الفني لنادي القناه. لكن الاداء داخل الملعب اعتقد يعني مظبوط، بينفذوا اللي هو عايزه، الا لو كان يعني المخزون البدني بدا يقل من احد اللاعبين. ادي الاماميه الطويله، لكن مقطوعه الكوره على طول من نادي الاسماعيلي، انطلاقه من اللاعب شوقي السعيد، شوقي السعيد، وفي مخالفه على شوقي. شوقي يعني ما شاء الله عنده باور، عنده باور كبير جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، لكن هنا بقى طالما الراجل حط ظهره، حط اللاعب في ظهره، خلاص انتهت الحكايه، انتهت الحكايه. ادي اللاعب محمد العدلي اللي لسه نازل، لاعب رقم 24 حطه في ظهره وخلاص خلصت الحكايه، يا اما تعمل فاول يا اما تسيبه. حتى الان بعد نص ساعه ما زال دجله متعادل بدون اهداف هو والشرطه. هذه انطلاقه النادي الاسماعيلي، درويش عرضيه مش معديه، مش معديه، الراجل حط ايده ورا ظهره، يا سلام
يا سلام يا بهاء، يمنع اي كلام وشبهات. هنشوف اللعبه مره ثانيه، هذه العرضيه حط ايده ورا ظهره، خبطت في صدره، كلام سليم جدا مفيش مشكله. عرضيه عملها بيمينه ابراهيم حسن، طبعا ما تملكش منها. ادي العرضيه الركنيه داخل منطقه الجزاء، كان مقد زي الوحش شوقي السعيد. لسه فيها كلام، لسه فيها كلام في نص المرمى، في نص المرمى ابراهيم يا حسن. ابراهيم حسن كان بالامكان افضل كتير جدا مما كان في كثافه عدديه كبيره جدا لنادي الاسماعيلي داخل منطقه الجزاء. لو سقطها في ظهر اي لاعب من او في ظهر المدافعين كان هيبقى افضل، لكن عملها على المغمض كده وسدد في نفس المكان اللي كان فيه محمود ابو السعود. 33 دقيقه و 34 دقيقه من زمن الشوط الثاني، ونتيجه ما زالت تقدم نادي القناه على نادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. وادي انطلاقه للدراويش من ناحيه الشمال. أين أنت يا درويش؟ أين أنت يا برازيل الكرة المصرية؟ نادي الإسماعيلي بيبحث عن نفسه، بيبحث عن ذاته في هذا اللقاء. غيابات ولكن المشكلة أن النتيجة هي التي تبقى في الأذهان. أدي دوجي واحد وسط ثلاثة هيعمل إيه؟ بيسدد، يعني هو ده آخر ما توصل إليه في هذا الموقف الهجومي الصعب جدا لما يبقى مهاجم ضد ثلاث مدافعين، يعني موقف شبه محسوم للمدافعين، إلا إذا كان طبعا في مهارة ميسي او كريستيانو رونالدو او ما شابه. ادي انطلاقه ناحيه اليمين على طول عند شوقي السعيد، يلم كورته شوقي، عايز يسدد، هو عايز يسدد، عايز يسدد، واخد القرار بالتسديد، قافل زاويه الرؤيه لاي حد الا المرمى. ادي محمود سمنه، وكانت مشاركه مع اللاعب الناشئ او اللاعب الصاعد كريم عطا في اللقطه اللي فاتت. ضربه مرمى لنادي القناه، وعلى مهله كالعاده محمود ابو السعود في تنفيذ ضربه المرمى. ابو السعود بيعمل اماميه طويله طويله جدا في نص الملعب. ادي اللمسه من اللاعب دوجي، لكن هيلمس لمين؟ هو راس حربه وحيد، راس حربه وحيد. خطه اللعب دلوقتي اصبحت 4-5-1، خمسه صريحين في نص الملعب وواحد فقط هو راس الحربه. عادي على طول الاماميه لنادي الاسماعيلي. يمكن كمان زي ما انا شايف دلوقتي يعني في عمق دفاعي لنادي القناه. محمود سمنه مأخر شويه كاليبرو، عايز يامن احمد سعيد المدير الفني لنادي القناه، عايز يخرج بالنتيجه بما هي عليه. وادي بقى تبديل لنادي القناة، هيخرج دوجي وهينزل كريم عبد النبي. كده الثلاث تبديلات عملهم كابتن احمد سعيد. بيخرج دوجي المزعج جدا لنادي الاسماعيلي، وبينزل كريم عبد النبي اللي لسه مش عارفين هيكون مزعج ولا هيبقى يعني مصحوب بجواب شكر من نادي الاسماعيلي ان خلصتهم من مشكله في الهجمات المرتده لنادي القناه. هنشوف ونتابع. هذه انطلاقه لنادي الاسماعيلي، شوقي السعيد يعمل العرضيه من الثبات رائعه، من الثبات من غير ما يتعذب على طول. مقطوعه توصل الكره للعدلي، تخبط فيه لاعب نادي الاسماعيلي وتطلع خارج الملعب. رامي التماس، رامي التماس نادي القناه، ولكنها في مصلحه نادي الاسماعيلي. هنا بيقول له كتم رجله في اللقطه اللي فاتت. ابراهيم نور الدين ضحك له الضحكه الشهيره بتاعته، وبالتالي تفهم الراجل الموقف. على طول توصل لنادي الاسماعيلي. صالح، صالح يلعب على طول لشريف، محمد شريف، شريف يرجع ورا لمحمود عبد العزيز، بيدور محمود عبد العزيز، هو الحل دلوقتي عندهم شوقي السعيد، لكن شوقي السعيد بياخد مخالفه وضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره لنادي الاسماعيلي. نشوف اللعبه، هو اتزحلق على فكره، لكن يعني اعتقد ابراهيم نور الدين ان في اشتراك من الخلف معاه. على طول توصل لنادي القناه، غريب فتحي، غريب بيلعب الكرة على طول لكريم عبد النبي، كريم يلعب في نص الملعب لأسامة أبو الحسن، ناحية اليمين لأحمد محسن، انطلاقة من نادي القناة، أحمد محسن بيلعب واحدة عند وليد خضراوي، هتاخدها على طول حلوة ناحية اليمين، أدي الانطلاقة من نادي القناة. 38 دقيقة والتقدم ما زال لنادي القناة، صالح موسى بيعمل مشكلة، بيعمل مخالفة في صالح نادي القناة.
وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة لأسامة أبو الحسن اللي أخذ شارة القيادة بعد خروج سعيد صقر. وقع على الأرض سامح عبد الفضيل، عنده مشكلة في العضلة الأمامية، عنده مشكلة في العضلة الأمامية، أعتقد مش هيقدر يكمل. هتبقى مشكلة تانية للدراويش. أدي الخطر، خطرة 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 خطرة. أوه وأدي بقى الهجمة المرتدة سريعة، انطلاقة من عمر الوحش، عمر الوحش بالخارجي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، انطلاقة حلوة النادي الإسماعيلي، لكن التغطية رائعة رائعة من بهاء مجدي. طلع كرة خارج الملعب، رمي التماس للدرويش، رمي التماس وانتفاضة، انتفاضة للدرويش بعشر لاعبين بعد خروج سامح عبد الفضيل للعلاج أو لعدم استكمال المباراة، هنشوف ونتابع. لكن الأمامية صعبة، أدي العرضية داخل منطقة الجزاء، وأدي التشتيت في نص في مواجهة المرمى، يوصل لصالح، أدي التمريرة مقطوعة، المرتدة السريعة، هنشوف ونتابع، بينية مش معدية، مقطوعة توصل لنادي الإسماعيلي مرة تانية، تخبط الكورة وتوصل على طول لنادي القناة ويطلع كورة أحمد محسن بروح رياضية عالية جدا جدا خارج الملعب، رمي التماس لنادي الإسماعيلي، بيطلعها بنفس الروح الرياضية كريم، كريم عطا. وادي واحدة طويلة، صالح موسى بيلمس هنا، تعديل تكتيكي تاني حصل، هقول لحضراتكم عليه لما نشوف اللعبة. اتنقل كريم عطا ناحية الشمال مكان صالح موسى اللي نقل نفسه وراح على المكان سامح عبد الفضيل اللي خرج ومش هيقدر يكمل شكله كده. انطلاقة النادي الإسماعيلي من ناحية الشمال، وادي العرضية، شوقي السعيد مكمل متابع لكن ما تعديش، ما تعديش الكرة من عبد الله جلال، توصل لغريب فتحي كورته كويسة، وقف على كورته وسلم بشكل سليم، توصل لنادي الإسماعيلي، كريم كريم عبد النبي على طول مقطوعة من نادي الإسماعيلي، لمسة من الوحش، والله واضح إن كورته كويسة الوحش لكن يعني ما كانش مركز في الدقايق الأولى منذ نزوله. وادي أمامية طويلة النادي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء، يريحها حلوة شوقي السعيد، شوقي السعيد ضغط بكل قوة، قوية جدا 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 شوقي السعيد، مشاركة مع عبد الله جلال أكيد فيها إصابة، أكيد فيها إصابة وتدخل في خشونة فعلا لنادي الإسماعيلي. وشوقي السعيد أعتقد هيحصل على إنذار وكارت أصفر، يعني بتألم الحقيقة فعلا، إنذار كارت أصفر لنادي الإسماعيلي. شوف اللعبة مرة تانية، شوقي السعيد داخل باسترزات الحذاء، تدخل قوي جدا، تدخل قوي جدا جدا من شوقي السعيد. عندك الغيرة، عندك الروح العالية جدا والرغبة، لكن يعني التدخلات العنيفة مش مطلوبة يا شوقي يا سعيد. الدقيقة 42 من زمن الشوط الثاني والنتيجة ما زالت التقدم لنادي القناة بهدف مقابل لا شيء. سجل الهدف غريب فتحي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني. قايم عبد الله جلال، يا ترى هيقدر يكمل ولا مش هيقدر؟ نتمنى السلامة طبعا لعبد الله جلال، وخاصة نادي القناة عمل الثلاث تبديلات. ادي غريب فتحي صاحب الهدف الوحيد في عمر هذا اللقاء. نادي الإسماعيلي إن شاء الله بيستعد يوم السبت، يوم السبت بعد القادم 23/2 لمواجهة بيترو أتلتيكو، ومباراة الذهاب هتكون هنا على نفس هذا الملعب في مدينة الإسماعيلية أحد أيام 21/22/23. وأعتقد نادي الإسماعيلي هيفضل سبت أو حد، طبعا 21 مرفوض تماما للظروف اللي بتبقى موجودة فيها مصر يوم الجمعة، بينما النادي الأهلي هيلعب، هو هيلعب يوم الجمعة مع أهلي بنغازي، مواجهة فنية بين كابتن محمد يوسف وكابتن طارق العشري مدير الفني الأهلي بنغازي. هذه الأمامية نادي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء في منطقة الخطورة، ممكن العرضية، عرضية مش معدية، مش معدية، وتشتيت لنادي القناة. دقيقة 43 من زمن الشوط الثاني والمباراة بقت أسرع، بقت أحسن جدا جدا، توصل لإبراهيم حسن، إبراهيم حسن، صالح موسى اتنقل هنا ناحية اليمين على طول، عرضية مش معدية، مقطوعة من نادي القناة، عايز يعدي من ناحية الشمال، ضغط موجود من نادي الإسماعيلي، تخبط وتطلع ضربة ركنية لنادي الإسماعيلي، ضربة ركنية من ناحية اليمين، هنشوف هيلعبها بالقدم اليسرى ولا إيه. هنشوف حكم اللقاء حسبها ضربة مرمى، حكم اللقاء حسبها ضربة مرمى،
يعني ابراهيم حسن رايح يلعب الضربه الركنيه خلاص وهو مطمن ومتعشم وعشمنا معاه، لكن هي ضربه مرمى حسبها حكم اللقاء ابراهيم نور الدين، هو الاقرب، هو اللي شايف داخل المستطيل الاخضر. اماميه طويله لنادي الاسماعيلي او نادي القناه، مقطوعه من نادي الاسماعيلي توصل لمحمد شريف، ضغط موجود من نادي القناه وما زال مسيطر ومستحوذ على الكوره نادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم مش هيقدر يكمل، مش هيقدر يكمل. اللاعب سامح عبد الفضيل خرج لاستكمال العلاج لانه مش هيقدر يكمل. وادي اماميه طويله النادي الاسماعيلي، استلام بكعب رجله صالح اللي تحرر وفي لاعب اخر رجع مكانه اعتقد محمود عبد العزيز في مركز قلب الدفاع. ادي رمي التماس للدراويش الدقيقه الاخيره، الدقيقه الاخيره قطعت الكره على طول من نادي الاسماعيلي. وادي واحده طويله على حدود منطقه الجزاء ما تعديش الكوره، عبد الله جلال بضربه راس اكتر من رائعه توصل تاني لنادي الاسماعيلي. ادي اللمسه ناحيه الشمال، عايز يفوت، عايز يعدي، عايز يعمل هات وخد حلوه، ده من ناحيه الشمال. فين العرضيه؟ فين العرضيه؟ يبحث نادي الاسماعيلي عن العرضيه، الدراويش يبحث عن العرضيه، زودها، طولها، طولها جدا جدا. هذا اللاعب كريم عطا عايز يعدي من ناحيه الشمال ويعمل عرضيه، لكن زادت طولت جدا، خلاص اتقطعت الكوره. ادي اللاعب سامح عبد الفضيل زي ما قلت لحضراتكم الاماميه عنده مشكله، شد في العضله الاماميه، ولو شارك وضغط على نفسه ممكن الشد يتطور لدرجه اكبر لا قدر الله ويبقى تمزق في العضله الاماميه. الشد ممكن يقعد من 10 ل 15 يوم او من اسبوع ممكن جدا لو الشد درجته بسيطه، لكن التمزق ممكن لا قدر الله يعدي شهر، شهر ونص. 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضايع احتسبهم حكم اللقاء ابراهيم نور الدين، واشار بهم حكم اللقاء الرابع عرفه. اذا بدأنا في الست دقائق وقت محتسب بدل من الضايع، والشعار الآن 6 دقائق تكفي أم لا تكفي للدراويش؟ 6 دقائق تكفي لإنقاذ نقطة من ال3 نقاط المفقودة؟ أعتقد صعب جدا يكون شعار مخالف لكده، لأن ما فيش أكتر من إنقاذ نقطة. نادي الإسماعيلي في الست دقائق دول ما يقدرش يجيب أكتر من هدف، ده لو جاب. هل هيقدر يجيب ولا إيه؟ صالح موسى هيتنقل ناحية اليمين، وادي انطلاقة وفي دفعة وضربة حرة مباشرة. من وجهة نظر الشخصية يعني ما كانش لازم يعمل حاجة زي كده، لأن الكورة ما كانتش في متناول صالح موسى، حتى لو كان سابه. شوف حضراتكم الكورة كانت بعيدة عنه، كانت خارجة خلاص ضربة مرمى، لكن قلة خبرة من بهاء مجدي وضربة حرة مباشرة لنادي الإسماعيلي. ضربة حرة مباشرة لنادي الإسماعيلي، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضايع المقدر ب6 دقائق، والضربة الحرة لنادي الإسماعيلي من ناحية اليمين. شريف عرضية داخل منطقة الجزاء، ضربة الرأس، شوقي السعيد بيجيبها مرة ثانية، لكن يا راجل يا راجل ده كلام مش ممكن، مش ممكن يا صالح. صالح عمل إيه بقى؟ التوقيت في الارتقاء مش حلو، ارتقى بدري سنة، قابلها وهو بينزل، شوف وهو بينزل كان بيقابلها، ما قابلهاش من أعلى نقطة ليها. ومن أعلى نقطة في الارتقاء بتاعه قابلها وهو بينزل. أمامية النادي القناة لكن مقطوعة. محمود عبد العزيز بيعمل واحدة أمامية مش مظبوطة ويشتت نادي القناة بضربة راس توصل تاني لنادي الإسماعيلي. وادي انطلاقة من اللاعب كريم، كريم عطا قطعت منه بكل سهولة وبيستسلم ليها، توصل تاني لعبد الحميد سامي. عبد الحميد سامي إذا عبد الحميد سامي وشوقي السعيد بقى هما الاثنين المساكين، وأخذ الجانب الأيمن صالح موسى. تعديلات وتبديلات اضطرارية بيعملها، يعني غير في الأماكن النهارده ريكاردو يمكن 5 مرات في هذا الشوط بس، في هذا الشوط فقط غير في الأماكن 5 مرات ويمكن معظمهم اضطراري. صالح موسى بقى هو في الجانب الأيمن، شوقي السعيد بجوار عبد الحميد سامي بعد خروج سامح عبد الفضيل. مقطوع على طول توصل لنادي الإسماعيلي. ادي اللمسه على حدود منطقه الجزاء مره ثانيه صالح موسى. صالح موسى بيكمل،
صالح موسى بيكمل، وادي بقى هنا طبعا احمد سعيد المدير الفني لنادي القناه بيطلب تدخل من حكم اللقاء للاشتراك مع حارس المرمى محمود ابو السعود. يعني بيقول له الرايه رافع يا كابتن، ما احتسبهاش مخالفه ضربه حره غير مباشره على اعتبار ان هو تسلل على صالح موسى. الرايه رفع بتسلل صالح موسى، وحكم اللقاء ابراهيم نور الدين اشار باستكمال اللعب وان هي ما فيهاش تسلل. وقع حارس المرمى محمود ابو السعود وفرصته بالطبع طبعا. لازم هيعمل ايه بقى؟ لازم يعني يحاول يضيع اكتر عدد وقت ممكن من الثواني، لان لم يعد متبقي من عمر اللقاء الكثير. احتسبها والله تسلل، يعني كانش له لازمه الكلام ده خالص يا كابتن احمد. يا سعيد التسلل محتسب، والضربه الحره اماميه طويله، عبد الحميد سامي بيلمس بضربه راس توصل الكوره لنادي الاسماعيلي، تمريره من ابراهيم حسن مش مظبوطه، قطعت الكوره توصل لنادي القناه، احمد محسن يشتت الكوره اي كلام، العدلي بضربه راس قويه جدا واشتراك قوي مع لاعب نادي الاسماعيلي اللاعب محمود عبد العزيز، ضربه حره مباشره، تدخل قوي جدا، تدخل قوي جدا لنادي الاسماعيلي، ضربه حره مباشره للاسماعيلي، والاعصاب متوترة جدا في اللقاء. يا ترى يا هل ترى الدقيقتين المتبقيتين او الدقيقة ونص المتبقية هيعمل ايه نادي الاسماعيلي؟ عرضية من الثبات مش معدية، مقطوعة على طول توصل لكريم عبد النبي، توصل لنادي القناة، هنا المرتدة السريعة اسامة ابو الحسن لكريم عبد النبي اللي بالتأكيد في فرق كبير بينه وبين دونجي، لكن هو مش عايز الناحية الهجومية نادي القناة. خلاص هو حقق ما اراد من العمليه الهجوميه، وادي اماميه مش لحد ابدا ابدا من نادي الاسماعيلي، يعني تحمل كده معنى الاستسلام من نادي الاسماعيلي. دي لقطه طبعا متخزنه في اللقطه بتاعت صالح موسى، وادي اماميه لنادي القناه مش لحد ابدا ابدا، مقطوعه توصل لمحمد شريف لنادي الاسماعيلي، تطول وتطلع خارج الملعب، تماس قلش محمد شريف، وبيقول بيطالب ان لمست في لاعب نادي القناه، لم يعد متبقي من عمر اللقاء الا نص دقيقه، نص دقيقه والكره في مصلحه نادي القناه. ادي التمرير كريم ناحيه اليمين لاسامه ابو الحسن عايز يعدي من ناحيه اليمين، خضراوي وليد خضراوي، لكن الضغط موجود من نادي الاسماعيلي، انطلاق اختراق اتقطعت، هجمه مرتده في منتهى الخطوره ناحيه اليمين، غريب هوب يا سلام، غريب كان هيخلصها لكن خلاص الوقت المحتسب بدل من الضايع انتهى، واعتقد حكم اللقاء هيصفر على طول بعد هذه اللعبه. وبالفعل يطلق حكم اللقاء ابراهيم نور الدين صافرته معلنه نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه بفوز غالي جدا للقناه على نادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. بهذه النتيجه يرتفع رصيد نادي القناه الى 14 نقطه ويتساوى مع وادي دجله مؤقتا.